ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فضيلة الشيخ، وأيضا هنا وردت كثير من المشاكل لدى بعض الطلبة وهم يقولون أن هناك مشكلة عظيمة كانت سبب قسوة القلب وقلة الاهتمام بذلك، فالسبب في ذلك يقول أنني كنت أطلب العلم بكثرة وأسهر الليالي في ذلك وقد حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن الآن أجد أنني أتكاسل في طلب العلم ولا أقرأ كثيرا من القرآن، فأرجو توجيهي أثابكم الله، فأنا في حيرة، وهذا السؤال قد تكرر بصيغة متعددة أثابكم الله. أخي في الله، أوصيك بكثرة الاستغفار، والله ما حرمك الله هذه اللذة وهذه الرحمة التي كنت تعيشها من حفظ كتابه وكثرة الخير الذي كنت فيه إلا بسبب ذنب، فأوصيك بكثرة الاستغفار. وكان شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية يقول: كانت المسألة تعضل علي فأستغفر الله حتى أبلغ الألف ثم يفتح الله علي، لأن الذنوب ترين على القلوب حتى ينطمس عنها، فلا تستطيع أن تستبين الهدى من الصواب، الهدى والصواب من الضلال والخطأ، فأكثر من الاستغفار. والله تعالى يقول: واستغفروه لعلكم ترحمون، أكثر من الاستغفار عل الله أن يرحمه. بل ينبغي على طالب العلم دائما أن يكون كثيرا الاستغفار، كثير الذكر لله جل وعلا. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على انشراح الصدر، إن انقباضك عن تلاوة كتاب الله ما هو إلا بسبب انقباض القلب، والقلب لا ينقبض إلا بأسباب من أعظمها الغفلة عن الآخرة وذكر الدنيا. فأوصيك أخي في الله أن تأخذ بالأسباب التي تعين على انشراح الصدر، أكثر من ذكر الله، أكثر من تلاوة القرآن، ولو كان ذلك بالجهد والألم والضيق، قد تجد الضيق لأول مرة ولكن ثاني مرة تجد فسحة من ذلك الضيق، ثم يوسع الله عليك حتى تصبح في انشراح عظيم. الأمر الثالث الذي أوصيك فيه أن تتفقد الحقوق، فلعل أما عققتها أو أبا عققته أو رحما قطعته، فلذلك حال الله بينك وبين الرحمة التي أنت فيها، فتفقد ما أنت فيه، فلعل هناك ذنبا بينك وبين الله أو بينك وبين عباد الله، فأصلح حالك في ذلك الأمر لعل الله أن يصلح الحال. أما الأمر الرابع الذي أوصيك به أخي في الله، فأوصيك أن تبحث عن قرناء صالحين تكون قريبا منهم، إن الأخوة في طلب العلم تشحذ الهمم وتقوي النفوس وتجعل فيها عزيمة للخير، ولذلك طالب العلم يكسل إذا كان لوحده ويمل إذا صار وحده، ولكن إذا بحث عن أخ صادق وعن عبد صالح يؤاخيه ويلازمه ويذاكره ويشد من أزره ويذاكره في العلم، فبإذن الله عز وجل سيقوي الله عز وجل ضعفه ويجبر بذلك الأخ كسره. فهذا الذي أوصيك به. وأوصي طلاب العلم بأمور مهمة تحول بينهم وبين قسوة القلب. ينبغي لطالب العلم أن يجعل له حظا من زيارة المقابر، ينبغي لطالب العلم أن يجعل له حظا من عيادة المرضى، لأن زيارة المقابر تكسر الغرور الذي في النفس. العلم إذا لم يكسر صاحبه بالخشية ربما أصابه الغرور، وربما تمر عليه الأسبوع والأسبوعين وهو قاسي جاف الدمعة، قاسي القلب والعياذ بالله. وأحق الناس بخشوع القلب وكثرة ذكر الله عز وجل، وأحق الناس بانشراح الصدر بعد العلماء هم طلاب العلم. فأوصيك يا أخي في الله بزيارة المقابر والاعتبار بها، كذلك أيضا بعيادة المرضى والاعتبار بحال المصابين وأهل الأسقام والآلام والعلل، فإن ذلك يكسر الغرور الذي في قلب الإنسان. كذلك أيضا أوصيك بقراءة سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم، فإنها تشرح الصدور، وأخص منها تراجم العلماء من السلف الصالح، فإنها تحيي في قلوب طلاب العلم الهمة العالية، وتحيي فيهم مكارم الأخلاق وآداب الإسلام. لما تقرأ لهذا العالم عن كرم خلقه، فتقرأ لهذا
أنه كان كثير الإحسان، وتقرأ لهذا أنه كان كثير البكاء، وتقرأ لهذا أنه كان عطوفا على الأرامل والأيتام، فتقرأ محاسن الإسلام في هذه الأمة المباركة فتحيي فيك جذوة الإيمان، وتجعل في القلب انشراح للتأسي بهم والاقتداء بهم. وكان الوالد رحمة الله عليه يقول: لا أوصيك شيئا بشيء بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من مثل الإكثار من قراءة تراجم العلماء. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه الفقيه الجهبذ: كان يقول: سير الرجال أحب إلينا من كثير من مسائل الفقه أو من مسائل العلم، لأن مسائل الفقه إذا أكثر منها الإنسان مع الجدل وكثرة النقاش قد يقسو قلبه، وهذا ليس لذات المسألة، ولكن لأن الإنسان ذاته لم يهيئ لنفسه أسباب البعد عن الغرور والعجب، فقد يقسو القلب من كثرة المسائل والمناظرات والمناقشات، ولكن سير الرجال تكسر هذا الغرور وتعرف الإنسان بقدره وتعطيه ما له من حقه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلطف بنا وبك، وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، والله تعالى.